ازيكم يا مواليد برج الجوزاء؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 9 نوفمبر تشرين الثاني 2021. النهارده هتكون طاقه الكواكب عاملا حاسما في الطريقه اللي انت بتتصور بيها المواقف، علشان كده ما تصدرش اي احكام في الوقت ده. حاول انك تنتظر قليلا حتى تتمكن من اتخاذ قرار اكثر استنارة ورؤية ليك. يبدو ان هناك الكثير من الدوافع حول هذه الفترة، لكن حاول انك في بيئتك العامة وايضا في اسرتك من الافضل انك ما تقدمش اي نصيحة الان حتى تتجنب سوء الفهم وخيبة الامل اللي ممكن تحصل لو انت تسرعت في النصيحة. من الصعب انك تسيطر على مشاعرك، وده يبدو انه ياخد اتجاه ايجابي للغاية بالنسبة لك قريبا، حيث انه لديك قدرة انك تجني مبلغ كبير من المال. عرفت من بعض الوقت انك بحاجة لبعض التغيير. اذا كنت ستحصل على سعادة حقيقية، ممكن انك تحتاج الى تقييم شيء ما في حاضرك بمقياس مختلف عن الذي لديك حاليا. قريبا ستكون في مزاج جيد وهتحقق اهدافك. ولا تسافر للخارج، وحاول انك تبقى حذر بشأن الاقتراحات اللي ليست واثقا بها. عاطفيا، الفترة دي ممكن انك تشعر فيها برغبة انك تقضي بعض الوقت لوحدك. ده ما بيعنيش انه ممكن يبقى في مشكلة بينك وبين حبيبك، لكن انه فقط ممكن يكون بعض الاحيان بتقدر حقا شراكتك الخاصة مع نفسك. علشان كده حاول انك تكون حذر ووضح انك انت لست على وشك انك تسيب حبيبك ولا اي حاجة، انت بس مجرد انك محتاج انك تقعد لوحدك لفترة، لكنك بترغب في التواصل مع طبيعتك الاعمق الان. علشان كده مفيش داعي انه هو يتخيل انك انت ممكن تسيبه. سوف تكسب اعداء اذا لم تصحح سلوكك اللي انت بتتبعه. هناك الكثير من العمق والشعور الحقيقي حولك. حاول انك تفكر كويس وتقوي نفسك بمزيد من الصبر، خاصة الان. لازم انك تحافظ على احلامك وخططك السرية مع الغرباء. على الرغم من انك بتميل للقيام بشيء جذري، فمن المحتمل انك ستبني نهجا معقولا وهتجري تغيرات تدريجية. ممكن انك تجرب شيء جديد ومختلف، خاصة انه اذا كان بتعلق بالسفر. الوقت ده مناسب علشان تفكر في انك تاخد زمام مبادرة فيما يتعلق بعمل معين. كلما تمكنت من توسيع جميع جوانب حياتك العقلية والعاطفية والجسدية، كان ده افضل كتير بالنسبة لي. مهنيا، النهاردة ما تقبلش الصفقات التجارية لانها هتكون مش مربحة ليك. ممكن انك تشعر بحاجة انك تنسجم مع نفسك على اساس عاطفي اليوم. ان ادراكك لمؤكد انه اذا قمت بتأسيس مشروعك الجديد على ارض الواقع، هتعد النجوم بوصول الهدوء الذي طال انتظاره. علشان كده املأ نفسك بثبات، وهتكون الرحلة اللي انت بتحتاج للقيام بها متوترة ومرتبطة بمحادثات مش هتعجبك اللي بتضطرك انك تقوم بيها. هتحسن وضعك المالي من خلال انك تعمل اعداد وتوقيع العقود مع مؤسسات مصرفية. حان الوقت الان علشان تحقق خططك والقيام باجتماعات. ضع التغيرات المفيدة في حياتك موضع تنفيذك. المشاكل مع الناس في بيئتك هي احتمال حقيقي، وممكن انك تحلها اذا تصرفت فقط بعد تحليل مفصل وواضح. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.